بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل ان شاء الله اللي هو النيل ديسوردرز. احنا قلنا ان احنا هنتكلم على نقطتين بس، اللي هو البيولوجي لازم نبقى مذاكرين كويس عشان نفهم الساينز بعد كده هتيجي ازاي، والنهارده هنتكلم بقى على الساينز اللي هنلاقيها في النيل. تمام، دي مهمة ان احنا نبقى عارفينها عشان اي سكين ديزيز لما نقول ان في اونكولايسيس، ان في سب انجولار هايبر كيراتوزيس، يبقى احنا عارفين الحاجة دي كلينيكال شكلها ايه، سببها ايه على المستوى الباثولوجي والعلاجات بتاعتها. اولا بالنسبه للنيل ساينز او الابنورماليتيز اللي ممكن تبقى في النيل، فاحنا هنقسمها يعني مثلا ابنورماليتيز للشيب او السيرفيس او الاتاتشمنت او النيل كلر. اولا بالنسبه لشكل الضفر نفسه، اي مثلا الضفر مش موجود اللي هي بنقول عليها الانونيكيا، او ان الترانزفيرز واللونجيتودينال كيرفيتشر الاثنين زايدين بنقول عليه الكلابينج، او ان الترانزفيرز كيرفيتشر بس هي اللي زايده بنقول عليه البينسر نيل، واخيرا ان الضفر يبقى شكله كونكيف اللي بنقول عليه الكيلونيكيا. اولا الانونيكيا يعني الضفر كله او جزء منه مش موجود. والله لو الكلام ده على كل الضوافر في الايدين والرجلين يبقى ده كونجينيتال، اللي هي بنقول عليها الانونيكيا كونجينيتال، وقلنا ان دي اوتوزومال ريسيسيف واتكلمنا عليها في البيولوجي، قلنا ان المشكله فيها في البنت بيتا كاتينين سيجنالين باثوي اثناء النيل ديفلوبمنت. طيب لو واحد جاي لنا ان عنده ضافر 2 3 برضو فيهم الانونيكيا جزء منه مش موجود او الضافر كله مش موجود، ده في الغالب بيعمل حاجه لوكال حصلت في الضافر ده، زي مثلا تروما او كده، وممكن تبقى حاجه تمبوري، حاجه مؤقته، ممكن الضافر يرجع وممكن ما يرجعش، ممكن تبقى حاجه بيرمننت لو الدستراكشن موجود في الماتريكس. طيب بعد كده عندنا الكلابينج، قلنا ان الكلابينج ان ترانسفيرس كيرفيتشر والمفيدنال كيرفيتشر الاثنين زادوا نتيجه ان حصل هايبرتروفي للسوفت تيشو كومبوننت اللي موجودين في الديجيتال بلاك. يعني انا عندي هنا ده النورمال نيل النيل، لكن هنا ده في حاله الكلابينج انا عندي السوفت تيشو هنا بتاع الديجيتال بلاك زاد، فبدا يزق الضافر فزاد الترانسفيرس كيرفيتشر، والضافر كمان بدا يقلب لقدام فزاد المفيدنال كيرفيتشر. تمام، احنا عندنا في تيست كده حاجه اسمها الشامروث ويندوز تيست، ان انا لو عندي زي مثلا الاندكس فينجر على ايدين اليمين والشمال حطيتهم قصاد بعض، بيبقى في ما بينهم سبيس كده بنقول عليه الويندو ساين. في حالات الكلابينج يمكن من الايرليست مانيفستيشن ان الويندو ساين دي ايه ما تبقاش موجوده. طبعا المور ادفانسد كيسز بقى ممكن الضوافر يبقى شكلها البارود بيك عامله زي من قارب بغبغان، او تبقى شكلها درامستيك. اسباب الكلابينج هنلاقيها موجوده في كلمه كلابينج، وعند ال اللي هي اللونج هنلاقي كمان هنزود كلمه اي بي سي دي اف. فاللي يهمنا فيها ان انا عندي لو الضوافر مش بس فيها كلابينج فيها كمان سيانوزس، يبقى ده في الغالب في الكارديو فاسكولار ديس اوردرز. كمان الكلابينج ممكن يبقى البيشنت تبقى ايديوباثيك، يبقى البيشنت او الانديفيدوال عندي ما عندوش اي حاجه خالص. كمان احيانا ان الكلابينج ده مش بس البيشنت بيبقى عنده كلابينج، بيبقى عنده حاجه اسمها الهايبرتروفيك اوستيو ارثروبس، معنى كده ان انا بلاقي فيه نيو بيري اوستيال فورميشن او نيو بون فورميشن في اللور اند اوف لونج بون زي الريديوس والالنا في الهاند مثلا. الهايبرتروفيك اوستيو ارثروبس اللي بيبقى اسوشيتد مع الكلابينج دون ممكن يبقى سببه حاجه من الاثنين، مثلا حاجه برايمري او جينيتك، مرض اسمه الباكي ديرمو بيريوستايتس. باكي يعني ثيكننج، يعني في ثيكننج للسكين والبيريوستيوم. فالبيشنس دول لو فاكرين كان من البيشنس بيبقى معاهم السكالب بلاقي فيه اللي هي الكيوتس بيرتيسس جايريتا، كمان الفيتشرز بتاعته بتبقى عامله زي الاكروميجالي، لكن لو شفت الجروث هرمون الاقي نورمال. الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل لنا برضه كلابينج مع هايبرتروفيك اوستيو ارثروباسين هي بقى سكندري، سواء اللنج ديزيز او الثايروتوكسيكوز. الثايروتوكسيكوزس بالذات بيبقى ليها اسم كده لوحدها، يقول لك ثايرويد اكروباكي. اكروباكي يعني الاطراف ايه فيها ثيكننج برضه. بيبقى البيشنت عنده ثايروتوكسيكوزس ويبقى معاه في الضوافر كلابينج، وممكن برضه يبقى معاه اللي هو الهايبرتروفيك اوستيو ارثروبس. كمان الكلابينج مهم برضه اسال عن الاكيوبيشن، لان ممكن يبقى موجود في الناس اللي هم الجاك هامر اوبريتورز. ده بالنسبه للكلاب. نيجي بعد كده للابنورماليتي الثانيه او الثالثه في الشيب اللي هي البينسر نيل، عامل زي الكماشه، الترانسفيرس كيرفيتشر بتاعته زادت بقى عامل زي الكماشه او ترومبت نيل، او بيقولوا عليه انفوليوتد لانه بيلف كده وبيبدا يرجع ايه يبقى امبيدد في النيل فولد والنيل بليت، فيبدا يعمل بين، بيبقى عامل زي الانجرو النيل. لكن ايه الفرق ما بينهم؟ الانجرو النيل هنا
ايه الاخبار؟ الكيرفيتشر نورمال، تمام، الكونفكستي نورمال، لكن هنا في التنسور نيل واضح ان الضافر الكونفكستي بتاعته او الترانسفيرس الكيرفيتشر بتاعته زادت. طبعا الاثنين هيبقى مين لي الحل بتاعنا جراحه. التنسور نيل اسبابه ايه؟ ممكن تروما، ممكن لو تيومر موجود في النص وبدا يرفع الضافر لفوق فهيزود الترانسفيرس كيرفيتشر، وقلنا ان العلاج اساسي سيرجيكال. بعد كده عندنا الكيلونيكيا، ان الضافر بقى كونكيف او سبون شيب. ما ننساش ان الحكايه دي ممكن نلاقيها نورمال فايندنج في الاطفال بالذات اللي هم اللي قبل سن المدرسه، لكن ممكن يبقى ليها باثولوجيكال كوزز، اشهرها طبعا الايرون ديفيشنسي. وهنا مهم، انا لو بيشنت جاي لي عنده كيلونيكيا، هعمل طبعا السي بي سي وهعمل له السيرم فيليتين، لقيت عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، ما نجريش بسرعه ونديله الحديد. المفروض ان احنا كده بالظبط كاننا سيمتوماتيك تريتمنت. المفروض ان احنا نشوف الايرون ديفيشنسي انيميا دي سببها ايه. لو مش هيستفيد من الحكايه دي غير في حاله واحده، غير انها يبقى كان السبب مال نيوتريشن ما بياكلش كويس هيستفيد، لكن ممكن البيشنت يبقى عنده بارازيتك انفستيشن، ممكن يبقى عنده اوكلت بلاد، في عنده بليدنج لاي سبب، عنده انتستاينال بوليبس، اي سبب تاني هو اللي عامل له الايرون ديفيشنسي انيميا. فلازم بليز لازم ندور على الكوز اوف ذيس ايرون ديفيشنسي انيميا. كمان برضو عينين الكلونيكيا لازم نسأل برضو عن الأكيوبيشن، ممكن نلاقيها بعض الميكانيكس والهير دريسرز ممكن يبقى موجود. برضو لو في بوست فاميلي هيستوري، لأن في بعض الحالات بتبقى فاميليال، وأعمل كل الانفستيجيشنز ألاقيه نورمال. كمان حالات السورايسز وحالات الأونيكومايكوزس، احنا عارفين ان بيحصل فيه سب انجولار هايبر كراتوزس ديستال هنا، فيبدا يرفع الضافر ديستال، فالضافر يبدا يتقوس برضو ويعمل لنا برضو الكلونيكيا. ده بالنسبه للابنورماليتيز للشيب. بعد كده عندنا ابنورماليتيز للنيرف سيرفيس نفسه، يا اما الاقي فيه لونجيتودينال جروبس او ترانسفيرس، ممكن الاقي فيه بيتنج اللي هي الحفر او النقر، او تراكيونيكيا يبقى الضافر رف، ممكن في حاجه اسمها الاونكوسكيزيا والاونكوريكسس، هنشوف شكلهم ازاي. اولا بالنسبه للونجيتودينال جروبس، احنا عندنا ممكن يحصل بصورتين. اولا انا في نورمال او في فيسيولوجيكال ريدجز وفارس تبقى موجوده في النيرف، ممكن تبقى accentuated بقى تبقى ظاهرة. ده يحصل امتى؟ ده ممكن normal finding في old age، بس بعد ما استبعد بعد ما اعمل exclusion لل other causes. وكتير جدا مثلا يبقى واحد كبير في السن، ممكن يبقى معاه مثلا عنده سكر او عنده هايبرتنشن، فالبيشنتس دول ممكن يبقى عنده مشكله في البريفرال فاسكليتشر، ممكن يبقى معاه اثروسكلوروس وهي السبب. يبقى انا لازم استبعد الاليمنت ده قبل ما اقول ان ده فيسيولوجيكال او حاجه نورمال مع الاولد ايج. كمان الاكسنتويتد فيسيولوجيكال او الاكسنتويتد فيسيولوجيكال فارس وريدجز دي تعتبر من الايرليست مانيفستيشن اوف لايكن فلاريس، كمان ممكن الاقيها في حالات الدارير ديزيز والروماتويد ارترايتس. طيب الشكل الثاني من اللونجيتودينال جروبز انها ما تبقاش لها دعوه بالايه بقى بالفيسيولوجيكال ريدجز الموجوده عندنا، لا ده انا الاقي فيه اللونجيتودينال ديبريشن كده موجود في النيل، ممكن برده يبقى سبب تروما، ممكن يبقى اورا ريتينويدز، ممكن يبقى حاجات تانية زي ايه؟ حاجة اسمها الميديان كانيليكولار ديستروفي اوف هيلر. ده في بعض البيشنت كده بيبقى عندهم تيك او عندهم لازمة طول ما هم قاعدين عمال يرجع الجلد بتاع الكيوتيكل اللي ورا وعمال يحفر في الضافر. ده يعمل لنا لونجيتودينال جروب في الضافر، والاقي فيه ترانسفيرس بارلل لاينز، هو ده اللي بنقول عليه الميديان كانيليكولار ديستروفي اوف هيلر. طبعا البيشنتس دول احيانا ممكن تبقى واصل معاه الموضوع انه يبقى كومبالسيف ديس اوردر، فمحتاج ان انا احوله لسايكاتريست، او الحاجه الثانيه ان هو ممكن يبقى حاجه سيمبل وهيستفيد من العلاجات بتاعتنا. طبعا ممكن نستخدم توبيكال ستيرويد او توبيكال كالسينورين انهبيتورز. كمان يفضل ان هو بعد ما يدهن نغطي الضافر بحيث ان احنا ايه نبعد عن السبب، ما يبداش او ما يلعبش في ضفره تاني. طبعا شكل الديستروفي هنا بيبقى عامل زي الايه الفير تري، وقلنا التريتمنت بتاعه. احيانا يبقى سبب اللونجيتودينال جروب اللي عندي يبقى فيه تيومر موجود هنا عند البروكسيمال نيل فولد، هو اللي ضاغط على النيل بليت، سواء كان مثلا ميكزويد سيست او الكونان تيومر اللي بيحصل في حالات التيوبروس سكليروسس. كمان برضو اللونجيتودينال جروب ممكن يبقى موجود بروكسيمال للتريجين في حالات اللايكن بلانس، الاقي ايه في الجروبز قدامي كده.
طيب الحاجة التانية عندنا ان انا ممكن الاقي فيه ترانسفيرز جروب في الظهر. والله لو الكلام ده برضو على سنجل او سيفرال نيلز يبقى الحكاية دي حاجة اكسوجينس من بره، سواء تروما او برضو لو كل شوية حد برضو هابت تك بيلعب برضو في ظوافره كتير، او حالات السورايسيس او الكانديدا الاونيكومايكوزيس اللي اتكلمنا عليها في محاضرة البيولوجي، وقلنا الكيوتيكل واهميته وازاي بيحصل الباثولوجيكال تشينجز في حالات الكانديدا الاونيكومايكوزيس. طيب لو لقيت ترانسفيرس جروبس موجوده في كل الضوافر في الايدين والرجلين، لا يبقى دي حاجه سيستميك، يبقى البيشنت اتعرض لسيستميك ايفنت، سيستميك إلنس هو اللي عمل الترانسفيرس جروب. سواء الترانسفيرس جروب حصل في سنجل فينجر او في كل الفينجرز، ده بيبقى سببه مشكله فين؟ في الماتريكس، خاصه البروكسيمال ماتريكس، اثر على النيل فورميشن. برضه الحاجة المهمة ان البوز لاينز او ترانسفيرس جروبس تبدأ تظهر بعد اسابيع من الانسلت، يعني واحد حصل له مثلا كورونري ثرومبس وعمل العملية وكل حاجة، بعد اسابيع يبدأ يلاحظ ظهور الترانسفيرس جروبس دي او البوز لاينز. احنا احيانا يعني الحاجة اللطيفة ان انا ممكن اقول له والله انت اتعرضت لحاجة من شهر او من شهرين، على حسب المسافة ما بين البوز لاينز دي والبروكسيمال نيل فولد اقدر احكم والله ده الحكاية انت اتعرضت لحاجة من شهر او شهرين. كل ما كانت الحاجة دي، كل ما كانت البوز لاينز دي، كل ما انديكيت ان الكونديشن اللي كانت عنده سيفير، كل ما كانت وايد كل ما دل ان السيتويشن او المشكلة اللي كانت عنده قعدت معاه فترة. تمام، ده هنا شكل البوز لاينز، ممكن تبقى حاجة شالو، ممكن تبقى ديب. طبعا كل ما بقى كانت ديبر كل ما انديكيت ان كانت الكونديشن اللي عنده سيفير. تمام، وهنا واضح ان هي وايد. تمام، وطبعا واخده كل الضوافر. ده حالات الكانديدا الاونيكومايكوزيس، قلنا ان الكيوتيكل بتبقى لوست، في بروكسيمال نيل فولد انفلاميشن اللي بنقول عليها بروكسيمال بارونيكيا، في لوس للكيوتيكل، وبدا الباثوجينز تبدا تدخل من هنا تاثر على الماتريكس ويدينا الترانسفيرز جروبس. بعد كده في عندنا البيتنج، البيتنج اللي هي النقر اللي بتبقى موجوده في الضافر، بنقول عليها بانكتيف ايروجنز في النيل سيرفيس. ده في الهيستوباثولوجي بيبقى معاها سببها او باراكراتوزس. البيتنج المشكله في البروكسيمال ولا الديستال ماتريكس؟ البروكسيمال زي ما قلنا في محاضره النيل بيولوجي. طيب البيتنج ممكن له اسباب، يمكن اشارها طبعا السورايسيس. طيب احيانا شكل البيتنج ممكن يقول لنا دي سورايسيس ولا لا. في الغالب البيتنج في حاله السورايسيس بيبقى فاين، بيبقى حجمه صغير. الحاجه الثانيه ان يعني بيقول لك ان تقريبا لو لقيت اكتر من 10 بيتس في الضوافر الواحد او اكتر من 50 في كل الضوافر، ده موستلي بتبقى حاله سورايسيس. حالات الاكزيما لا، البيتنج بيبقى مور كورس، بالاضافه ان انا بلاقي فيه الاكزيما في اماكن ثانيه. كمان البيتنج ممكن يحصل في الالوبيشيا ارياتا، ممكن احنا اتكلمنا عليها برضه في محاضره البيولوجي، ان احنا قلنا ان ليه بيحصل نيل افكشن مع حالات الالوبيشيا ارياتا. احنا قلنا الاميون بريفليج سايتس موجوده في النيل ماتريكس وموجوده في الهير بالج ريجون، فالاثنين ممكن يتاثروا في مرض الالوبيشيا ارياتا، فيدينا في الهير الالوبيشيا الالوبيشيا الباتشز اوف الالوبيشيا، ويدينا في النيل البيتنج، او ايفن ممكن يعمل تراكنيكيا زي ما هنشوف. تراكنيكيا بقى ان الضافر السيرفيس نفسه بقى ايه؟ بقى رف، عامل زي الساند بيبر، زي ورقه الصنفره. طبعا تراكنيكيا ممكن تبقى واخده كل 20 نيلز، بنقول عليه 20 نيل ديستروفي. تمام، هنا اهو 20 نيل ديستروفي كل الضوافر الايدين والرجلين. اسبابه ممكن يبقى ايديوباثيك، وبقول ايديوباثيك امتى؟ لما استبعد الاذر كوزز اللي هي الالوبيشيا ارياتا زي ما اتفقنا، يبقى البيشنت هيبقى معاه باتشز اوف الالوبيشيا ارياتا. الحاجه الثانيه السورايسز، السورايسز بس بص على النيل الاقي فيه الاذر فاينر، الاقي النيل ثيك، الاقي فيه اونكولايسيس سب انجولار هايبر كراتوزس، الاقي فيه سورايتك باتشز على السكين. الحالات اللايكن بلانس هنا يبقى النيل يبقى ثين، بالاضافه برضو ان انا ممكن الاقي الكلاسيك لايكن بلانس ليجنز على السكين. طيب لو هي ايديوباثيك تراكيونيكيا، في الغالب التشايلد هود كيسز بيحصلها سبونتينيوس ريزولوشن حتى لو ما خدش علاج. طيب العلاجات بتاعتنا ايه؟ اهم حاجه الاستيرويد، سواء كان توبيكال او انتراليجنال، بس المشكله ان انا ممكن يبقى كل الضوافر والانتراليجنال بينفول، فسيستميك استيرويد يعتبر كورنر ستون لحالات التراكيونيكيا.
في الاذر اوبشنز برضو التوبيكال، ممكن استخدم توبيكال تاكروليماس، ممكن الكالسيبوتريول، ممكن زي ما احنا اتفقنا ممكن ادي انتراليجنال ستيرويد، وممكن كمان التازاروتين ده كتوبيكال. طبعا مهم التراكونيكي هتدهن فين، احنا قلنا المشكله هنا في البروكسيمال ماتريكس، برضو يبقى محتاج ان انا ادهن ورا عند البروكسيمال نيل فولد مش ادهن على الضافر بس. طيب الاذر سيستميك تريتمنت اوبشنز اللي عندي، ممكن غير بالاضافه للاورال ستيرويد ممكن ادي كمان الاورال ريتينويد سواء كان الاسيتريتين او الايزوريتينويد، وكمان ممكن السايكلوسبورين، وبعض البيشنز كمان برضو ممكن يستجيبوا ليه البو. بعد كده قلنا في حاجه اسمها الاونيكوسكيزيا. الاونيكوسكيزيا ببساطه الضافر بيحصل له دي هايدريشن فيبدا يقشر، فلاقي الفري ايدج بتاعته حصل فيها ترانسفيرس سبليتنج، بيحصل اكتر في الستات. الميه والكيميكالز والحاجات دي، بالاضافه كمان الناس اللي بتحط نيل بولش كتير وتيجي تشيل وتحط اسيتون. لذلك العلاج الاساسي ان انا اعمل هايدريشن، احط ايموليانت وليكن فازلين او ايفن حاجه زي الكاربامايد مع جلافز مع اوكلوجن يعني. امال الاونيكوريكسز اللي هي الضوافر المقصفه البريتل نيلز اللي هي مع اقل حاجه تروح متكسره، برضو الناس اللي بتحط ايديها في ميه كتير او حاجه سيستميك بقى ايرن ديفيشنسي او امبيرد بريفرنس سيركيليشن، يبقى بدور على السبب وبعالجه. ده كده بالنسبه للابنورماليتيز اوف نيل سيرفيس. بعد كده عندنا ابنورماليتيز للنيل اتاتشمنت. النيل هيبدا ينفصل عن الماتريكس اللي بنقول عليها حاجه اسمها النيل شيدنج، النيل هيقع او الاونيكوماديسيس. الحاجه الثانيه ان النيل هينفصل عن النيل بيد ديستالي اللي بنقول عليه الاونيكولايسيس. عندنا كمان ابنورماليتي حاجه اسمها التريجيوم والعكس، وده بتحصل بروكسيمال اكتر، وساب انجولار هايبر كراتوزس، وفي النيل تيكنيك. النيل شيدنج او الاونيكوماديسيس المشكله ان في هنا حاجه حصلت اثرت على الماتريكس كانت سيفير، يعني عارفين هي اسباب البوز لاينز تمام، بس كانت سيفير لدرجه انها وقفت بقى النيل فورميشن خالص، فالنيل هيبدا ينفصل عن الماتريكس. الاسباب قلنا في الغالب هي سيستميك ديزيز، نفس اسباب البوز لاينز بس تبقى سيفير. ممكن يحصل برضو اي حاجه تاثر على البروكسيمال ماتريكس البارونيكي، خاصه في البولوس ديزيزز حاجه زي البيمفوجاس او الابيدرمولايسيس بولوزا، حالات التن فاستولار سورايسيس، والحاجه الشهيره جدا اللي بتقابلنا في الاطفال اللي هو الهاند فوت ماوس ديزيز. جيلنا كتير جدا طفل بعد الاتاك بفيو ويكس الام تقول انا ضافر الولد باظت مره واحده، تسالها خلال الشهر اللي فات كان عنده اي حبوب معبيه ميه ظهرت في جلده، تقول لك ايوه، وكان مثلا ادويه سايكلوفير او ديفر، يبقى ده اونيكوماديسيس اكتر هاند فود ماوس ديزيز. الحالات دي محتاجه مننا ايه؟ محتاجه مننا ان انا لو طبعا هي في الاطفال دول مش محتاج مننا حاجه، دي حاجه سيلف ليميتنج، لو الضفر هيبدا ينمو تاني ومفيش اي مشكله. كل اللي نقدر نعمله ان الطفل بس يهتم بالنيوتريشن بتاعه، لو ما كانش بياكل كويس نديله شويه فيتامينز وخلاص. لكن الحاجه الثانيه ان انا لو مش كان ده السبب ابدا ادور على الاذر كوزز وابدا اعالجها. بعد كده عندنا الاونيكولايسيس بقى، احنا قلنا هنا النيل بليت هينفصل عن النيل بيت ديستالي تمام، فالحته اللي حصل فيها اونيكولايسيس تبان لنا وايت او يلو. الاونيكولايسيس ممكن يبقى ايتيوباثيك وممكن يبقى سكندري. الايتيوباثيك ده الاكتر في الناس اللي بتطول ضوافرها تمام، فطبعا هنا هيبدا يقص ضوافره بقدر يعني اقرب حاجه، وبنستخدم ميكس بقى اوينتمنت ستيرويد على انتي فانجل على انتي بايوتيك، ولو شايفين ان في جرينش ديسكلاريشن يعني في سودوموناس انفيكشن يبقى هحط جنتامايسين. ونخلي بالنا هنا ان الحالات كل ما كانت جايه لنا بدري كل ما كان فرصه ان يحصل ري اتاتشمنت تاني تبقى عاليه، لكن لو استنينا فتره طويله خلاص حصل كيراتينايزيشن للنيل بيت وفرصه ان يحصل ري اتاتشمنت تبقى صعبه شويه. اما السكندري اونيكولايسيس فده تقريبا في معظم السكن ديزيزز سورايسيس اونكومايكوزيس اكزيما وغيره. ممكن يحصل بقى في السيستميك ديس اوردرز برضه الثايرويد امبالانس او كان هايبر او هايبو، البريفرال فاسكولار ديزيز، ادويه زي الريتينويد اللي ممكن بنكتبه او الكيموثيرابي، وفي حاجه اسمها الفوتو اونيكولايسيس. يمكن دلوقتي اللي هو الديرموسكوب اكزامينيشن اللي هو بنقول عليه الاونكوسكوبي ممكن يساعدنا في تفريق حالات السورايسيس عن الاونكومايكوز. انا في عندي في حالات السورايسيس الاونكولايسيس المارجن بتاعنا بروكسيمال بيبقى ريجولر، وبلاقي وراه على طول في ارثيميتس مارجن، وممكن كمان الاقي فيه
اللي هي اللي هي الاويل دروب اللي هي بتبقى يلوش اريا ورا الاونكوليتك اريا. لكن الاونكومايكوزس بقى بلاقي المارجن بتاعي بيبقى سيريتد او ايريجولار بيقول عليه جاجد ابييرنس. تمام. حالات الفوتو اونكولايسس ده بيبقى سببها فوتو توكسيك رياكشن. احنا عندنا فوتو سنسيفيتي، يا اما فوتو الرجي يا فوتو توكسيك. فوتو توكسيك ده يحصل لكل الناس لو خدوا لو كان في جسمهم فوتو سنسيتايزر وتعرضوا لالترا فايلت ريز بالسبيكترم معين بديوريشن معين هيحصل ليهم الفوتو توكسيك رياكشن. الفوتو سنسيتايزر ده ممكن يبقى ماده اندوجينوس العينين بتوع البورفيريا او من بره، يمكن اشهرها السولالين اللي بنستخدمه في البوبه او الانتيبيوتكس التتراسايكلين والكينولونز. الدراج انديوسد فوتو اونكولايسيس في الغالب البيشنت هيقول لك انا جالي فوتو سنسيتيفيتي رياكشن بعد ما خد الدواء، حصل له فوتو سنسيتيفيتي رياكشن في السكين كانه سان بيرن كده، وكان معاه بين في الضوافر بنقول عليها الاونكودينيا. وبعدها باسبوعين بدا يحصل، وبعد ما دول يخف يعني بقى خلال الاسبوعين هنلاقي الفوتو سنسيتيفيتي خفت والانكودينيا خلاص خفت، بدات ضوافر يحصل فيها الاونكولايسيس. في منها انواع يمكن اشهرها تايب 3، ده مش بس ان حصل اونكولايسيس ضوافر فكت عن النيل بيد، لا ده كمان في ديسكلاريشن هنا بيبقى الاول اصفر وبعد كده يقلب احمر. بعد كده في عندنا التريجيوم، في نوعين دورزال وفنترال. الدورزال ده اللي كلنا عارفينه اللي بيحصل في حالات اللايكن بلانس اكتر، بيبقى في عندنا فايبروتيك باند كده بيبقى شكلها وينج عامله زي الجناح، وبتقسم بتمتد من البروكسيمال نيل فولد وتبدا تبقى اتاتش ليه النيل بيب. هنا برضو نفس الكلام، ده هنا برضو شكل الدورزال تريجيوم بيبقى شكل الفايبروتيك باند بيبقى شكلها وينجد ابييرنس تبدا تفصل لك الايه النيل بليت. الفنترال تريجيوم بقى لا، هنا في ادهيجن ما بين النيل بليت والنيل بيب. تمام. ديستال يعني حصل اوبليتريشن لمنطقه الهايبونيكيوم. هنا يحصل اكتر لو مشكله في السيركيليشن، حالات السيستميك سكليروزس رينوت فينومينال لوبوس. هنا نفس الكلام برضو، ده هنا فنترال تريجيوم. طب انجلر هايبركيراتوزس، ان حصل فيه هايبركيراتوزس سواء للنيل بيد او الهايبونيكيوم. اسبابه برضو سورايسس اونكومايكوزس اكزيما. ونخلي بالنا من حالات النورويجن سكيبس، لو بيشنت عنده اريثروديرما وبصينا على الضوافر سب انجلر هايبركيراتوزس يبقى كيب ان مايند ان النورويجن سكيبس في الديفرنشال دايجنوستس بتاعك. اخر حاجه عندنا اللي هو النيل سيكنج، الضافر يدخل. احنا قلنا الضافر نورمال بيبقى سيمي ترانسليوسنت وبيبقى لونه بينك لان دي الفاسكوليتشر اللي موجوده في النيل بيد، دليل ان احنا لو ضغطنا عليه هنلاقي لونه ايه، لونه ابيض. طيب لو الضافر تخن الفاسكوليتشر مش هتبان فهيبقى لونه يلو. برضو يحصل في حالات السورايسس، نخلي بالنا السورايسس في نيل سيكنج، لايكن بلانس ثيننج، دي نقطه مهمه كمان. برضو النيل سيكن ممكن يحصل في حالات الاونيكومايكوزس الاكزما، وفي عندنا الليلو نيل سندروم والاونيكو دريكوزس. الليلو نيل سندروم تحصل اكتر في الاولد ايج، ممكن تبقى ايديوباثيك وممكن تبقى سكندري حاجه ثايرويد ديزيز نيفروتيك او مالجنسي او دراج. الدايجنوزس بتاعها بيبقى في عندنا ترايد، اول حاجه بلاقي الضوافر كلها ايدين ورجلين بقى لونها اصفر زي ما اتفقنا ومفيش كيوتيكل. البيشنت يقول لك انا ضوافري ما بتطولش، ما انتش بقص ضوافري. ويمكن لو فاكرين في النيل بيولوجي احنا كنا حاطين اليلو نيل سيندروم للكوز اوف سلو نيل جروث، وقلنا ان ده مش صحيح. اكشوالي الضوافر بتنمو لكن النمو بتاعها الدايركشن اختلف، بدل ما كانت بتطول لا بدات ايه بيحصل لها ثيكنج، بدا الضوافر ايه تبقى اكيموليتد ان لايرز ويدينا ثيكنج للضوافر. الحاجه الثانيه في اليلو نيل سندروم لا في ليمفيديما او التوكابيتنج بعد كده لامبيتنج. الحاجه الثالثه الاقي في ريسبيراتوري مانيفيستاشنز واشهرها ان انا في بايلاترال بلورال افيو. طبعا الحالات بتاعت اليلو نيل سندروم ده المفروض اعمل له انفستيجيشن، هعمل له ثايرويد فانكشن، هعمل له رينال فانكشن تيست، هبدا اعمل مالينس سكريننج. طيب الحالات اللي هي الايديوباثيك التريتمنت وجدوا ان هو يمكن الحاجه اللي ممكن تفيد شويه هو الاتراكونازول. بعد كده في عندنا الاونيكو جليكوزس او حاجه اسمها رامس هون نيل.
هنا الضوافر مش بس انها بقت سيكند، لا ده في ناحيه بتنمو اسرع من الناحيه الثانيه، فيبقى شكلها سبايرال حلزونيه كده شويه، برضو مع تروما سورايسز اونكومايكوزيس بريفرال باسكولار ديزيز. طبعا الحل يا اما بعملها سيرجيكال ايفالجن او ان انا اعمل كيميكال ديستراكشن باليوريا 40%. هنا طبعا الضوافر هنا عامله زي ده هنا اللي هو الرامس هورن اللي هو الارم بتاع الكبش كده. يبقى خلصنا الابنورماليتيز للشيب وللسيرفيس وللاتاتشمنت. هيفضل لنا ان شاء الله اللي هو الابنورماليتيز اوف نيل كلر، هنستكملها في المحاضره اللي جايه.